شوفي شو بدك؟ ليه عم تطلعي فيي هيك؟ انت لازم تموتي، ما لازم بقى تعيشي ابدا. لا لا عم تخنيني، عم تخنيني، اتركيني 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 خلص، عم تخنيني اتركيني. دايا اتركيني دايا، قومي حبيبتي قومي دايا، روقي دايا، روقي روقي طولي بالك روقي. شو في؟ شو شايفه بمنامك؟ هيدا منام؟ لا والله هيدا كابوس. خير ان شاء الله خير؟ الحمد لله عليه طلع منام ما اكثر. رح روح جيب لك كبايه مي وارجع. رح يجن جنونه، رح افقد عقلي. أقولك شو تارك بالوصية؟ شو تارك بالوصية؟ أكيد تارك كل شيء لداليا، أكيد راحت علينا. والله إذا طلع عامل هيك رح موت. لا ما حدا رح يموت، لا أنا ولا أنت، بس أنا رح لاقي حل للموضوع. شو قصدك ماما؟ ولا شيء حبيبتي، روحي هلا أنت نامي وارتاحي، أنا رح شوف شو رح أعمل بالموضوع. شفت دارين فاتت لعندي وحاولت تخنقني، هيدا حلم حبيبتي مش أكتر. كتير خفت. شو يعني بدك تنبسطي؟ ليلة الجريمة صار معي شي غريب. شو صار معك؟ كنت مع البابا، فتت تقلو تصبح على خير، صار يمسك لي ايده ويشد عليها، حسيت كأنه بده يقول لي شي بس ما كان قادر يحكي، كأنه كان عارف انه رح يموت. هيدا وهم مش اكتر. لا نور، هيدا مش وهم، هيدا حقيقة، في سر باللي صار وانا لازم اعرفه. طيب حبيبتي ما تفكري كتير، هلا ارجعي نامي وبكره منحكي. خير بابا؟ صاير معك شي؟ مبين عليك كتير تعبان. ايه بابا تعبان شوي، ما تخافوا عليك. ريما قومي اطلبي لي تاكسي، بدي اخذ البابا عند الدكتور. بابا ما في داعي حبيبتي، ما في داعي. ايه ما في داعي لصرف المصاري، في شيء اهم. قومي بسرعه اطلبي تاكسي، حاج تحكي حكي بلا طعمه. اصلا انا هون كلامي كله بلا طعمه، انا رايحه. دخلك انت وين بتختفي كل النهار وبتتاخري بالليل؟ والله اختي سايره تسالي عني. جاوبيني بلا لف ودوران. حاضر بامرك، بخاف اذا ما جاوبتك تصفيني كف. بالنهار عم فتش على شغل، وبالليل عم بسهر لفش خلقي بشي سهرة. هيك بس؟ لو نهار أكتر من 24 ساعة كنت بلحق أعمل أشياء تانية. باي أختي، ما رح طول، أنت تطلبي تاكسي. خير حكيم؟ طمني شو صاير معه؟ أعصابه تعبانة، لازم يرتاح شوي ويشم هوا نظيف، وما لازم يحمل أي شي تقيل. ما بدنا وجع ظهره يزيد، وما بدنا يزعل ابدا. طيب وهالوجع الظهر ما له حل؟ رح اكتب له على دواء جديد احسن من يلي كان ياخده. لازم اشوفكم الاسبوع الجاي كرمال نرجع نعمل صوره. مسكين البابا، كانه السكري ما بكفي حتى يصير معه وجع ظهر كمان. ان شاء الله خير، ما في شيء بيخوف. لو بتبطلي هيدا الحكي قدام البابا وبتكوني احسن من هيك. ما ناقصنا دفع مصاري، يا دوب اللي عم تطلعون انت وربيع بكفونا اكل وشرب واجار بيت. اذا مش عاجبك فيك تروحي تشتغلي وتصرفي على حالك، حاج قادر اشغلي ولا عامله. ما بحب اشتغل، وبعدين هيدا حياتي وانا حره فيها. اذا كان قصري لسانك قدام البابا، وانتبهي على كلامك، لانه الحكيم قال انه كثير تعبان وما بيسوى له الزعل ابدا. ايه دخيلك، ليش مين مبسوط يعني؟